الحضارات اللي مرت على مصر سابت آثار ثقافية ومعمارية وتاريخ مليان بالكنوز، زي كنز محافظة البحر الأحمر اللي بتحتفل بعيدها القومي يوم 22 يناير من كل عام، والاحتفال بالتحديد في اليوم ده هو تأريخ لبسالة وشجاعة أهل البحر الأحمر يوم 22 يناير عام 1970، وبالتحديد في حرب الاستنزاف. وقتها قرروا الأهالي مساعدة الجيش المصري بنقل المؤن والزخائر والمعدات في مراكب الصيد من الغردقة لجزيرة شدوان، علشان كده أصبحت البطولة في اليوم ده احتفال سنوي. ومن أشهر المدن بالبحر الأحمر مدينة الغردقة، وتعتبر عاصمة للمحافظة، والغردقة ليها باع طويل من عهد المصريين القدماء، زي مثلا وادي الحمامات أو وادي الينابيع أو أم الفواخير، كلها مسميات لمكان واحد كان يستخدم كطريق تجاري في العهد القديم. أما في العصر القبطي تم إنشاء دير الأنبا أنطونيوس في القرن الرابع الميلادي، ويعد الدير واحد من أهم وأقدم الأديرة في العالم، والموجود بالقرب من جبل الجلالة. والدير يحتوي على أندر الجداريات القبطية ومكتبة ضخمة من المخطوطات والكتب لفروع معرفية متعددة، بالإضافة لدير الأنبا بولا. وموجود داخل الدير أربع كنائس أثرية، ومنهم كنيسة الملاك اللي بتتزين ب 12 قبة تعبيرا لعدد تلاميذ السيد المسيح. وفي عام 1905 تم إنشاء الغردقة الجديدة بعد ما كانت عبارة عن منازل بدائية بيسكنها البدو، علشان كده بيغلب على المدينة الطابع البدوي الأصيل. ومع اكتشاف البترول في المدينة عام 1913 بدأ من هنا ازدهار المدينة. اللي بيميز الغردقة إنها مدينة مصيفية ومشتة، يبقى هتستمتع برحلات الغطس علشان تشوف شعب الكارلوس، وكمان مزارات زي خليج أبو سومة وخليج مكادي ورمادة وسهل حشيش وجزيرة أبو منقار ومجاويش، ومتحف الأحياء المائية الأكواريم ومعهد علوم البحار وميناء جبل الزيت البحري، ده غير ميناء الغردقة البحري. وعن مدينة راس غارب اللي تسمت على اسم جبل غارب اللي بيوصل ارتفاعه ل 1750 متر، هتزور كمان الفنار اللي تم إنشاؤه عام 1871 ويعتبر أقدم الأثار في المدينة، واللي صممه الفنان الفرنسي غوستاف إيفل، اللي صمم كمان كوبري أبو العلا وبرج إيفل أشهر معالم فرنسا. والمدينة تعتبر أكبر مدينة لإنتاج البترول، ده غير ثرواتها المعدنية المتعددة زي رمل الزجاج والرخام وغيرهم من المعادن المهمة. أما مدينة القصير فسبب تسميتها لأنها أقصر مسافة تربط بين صعيد مصر والبحر الأحمر، وتاريخ المدينة بيبدأ من عهد المصريين القدماء، لأنها كانت مركز وموقع مهم جدا للتنقيب عن الذهب. وفي القصير هتلاقي الحصن اللي شيده وقتها السلطان سليم الأول لحماية الميناء التجاري. ولما تتحرك وتلف في أحياء المدينة هتشوف جمال العمران القديم، وكمان من الأثار الموجودة كنيسة السيدة العذراء. واللي بيميز القصير في الوقت الحالي إنها بقت مدينة صديقة للبيئة ووجهة لجذب السياح من كل مكان، خصوصا هوات الغطس لوجود الشعب المرجانية. وعند الكيلو 8 هتشوف القلعة والأثار الرومانية. ومن معالم البحر الأحمر المهمة مدينة مرسى علم، وهي منطقة جبلية مرتفعة وشهرتها من عهد الحضارة المصرية القديمة، لأنها كانت واحدة من مناطق التنقيب عن الذهب، وما زالت النقوش الفرعونية محفورة على الصخور. وبعد الاهتمام بالمدينة من عام 1995 بقت من أهم المدن السياحية لوجود المحميات الطبيعية زي محمية صندي، وطبعا جمال السفاري وجبال الجرانيت والأثار الإسلامية زي مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي. ومن أقدم المدن بالبحر الأحمر مدينة سفاجة اللي أثرها بتثبت أن المصريين القدماء استخدموا الميناء من 4000 سنة. وسفاجة هي أقرب طريق يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، علشان كده موجود بسفاجة قرية اسمها قرية الحجاج لخدمة المسافرين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة. ببساطة محافظة البحر الأحمر مش بس للاستمتاع بجوها وشواطئها، لكن كمان إثبات ودليل على إن أراضيها كنز من كنوز التاريخ والحضارة في مصر. يلا سياحة، ادعم سياحة بلدك.